مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامج واجه الصحافة. حديثنا في لقاء هذا الأسبوع سيكون حول دعم المنتج المحلي وأهميته في زيادة الصادرات وتطوير المنتج المحلي أيضا لدعم منافسته في الأسواق العالمية. الحكومة المصرية أخذت على عاتقها عملية توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وأيضا تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات. وقد أطلقت الدولة المصرية البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي من قبل مركز تحديث الصناعة بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة. للمزيد من التحليل والمزيد من المتابعة والنقاشات ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد فوزي، رئيس شعبة الصناعات الغذائية جمعية مستثمري 6 أكتوبر، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بي. أيضا معنا ومعكم الأستاذ محمد عبد الرحمن، عضو الجمعية رجال الأعمال المصريين ونائب مساعد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. منورنا. إذا مشاهدينا في كل مكان، بعد هذا الفاصل نبدأ هذا الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ونبدأ سريعا في هذا اللقاء وهذا الحوار. دكتور محمد، بداية اسمح لي أسأل حضرتك، شايف إزاي أو كيف ترى دور الحكومة المصرية في زيادة تنافسية المنتج المحلي بالأسواق العالمية؟ بداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالزميل الفاضل. علشان نقول دور الحكومة، هنقول ايه الخطوات اللي عملتها الحكومة بداية. تمام. احنا كمصنعين الحقيقة كنا منتظرين التغييرات الوزارية دي بفارغ الصبر، كنا عايزين نشوف الصناعة. احنا عندنا قناعة ان الصناعة هي القاطرة. صحيح. اللي هي اساس اي تنمية بتحصل في اي بلد، فبالتالي كنا عاوزين نشوف ايه اللي هيحصل في التغيير الوزاري ده. طيب، حصل ان احنا عرفنا ان تم دمج الوزارة مع وزارة تانية. صحيح. قلقنا نسبيا في البداية نظرا لموضوع الدمج، لكن مع تولي شخص زي الفريق كامل وزير بفكره وبالتطورات اللي احنا شفناها في وزارة النقل واللي لسه شغال عليها، احنا تفائلنا. والحقيقة ان احنا اتفاجئنا ببادرة ايجابية جدا. الراجل اول ما تولى اتفاجئنا ان هو من تاني يوم ابتدى على طول مع وزارة الصناعة، وابتدى فورا مع التنمية الصناعية. حضرتك تعلم ان التنمية الصناعية بالنسبة لنا هي الأب الشرعي للصناعة في مصر. أكيد. الراجل ده راح وابتدى يتفاعل، وابتدى الشكل العام للهيئة يتغير، ابتدى يبقى فيه بيجري بخطوات سريعة. هنا بقى يجي دور الحكومة في تطوير المنتج. تم وضع 7 محاور رئيسية ابتدى يشتغل عليها معالي وزير الصناعة بشكل واضح وصريح. حاجة زي ترشيد الاستيراد، حاجة زي هنتكلم عليهم بتفاصيل شوية بس خلينا نقولهم. صحيح. يعني بشكل أو بآخر، حاجة زي ترشيد الاستيراد، حاجة زي النهاردة توفير المستلزمات الإنتاج وتوفير كل ما يطلبه السوق المحلي، حاجة زي النهاردة إزاي يساعد مساعدة المصانع المتعثرة وتيسير الإجراءات وخلافه، حاجة زي تشجيع الاستثمارات الخارجية وزيادة المدخولات من غير تشجيع الاستثمارات الخارجية. محاور مختلفة، وكان الأداء لأول مرة يختلف. هي الفكرة يا فندم إن هي المحاور واضحة وبتمس الصناعة بشكل واضح وصريح. ولو المحاور دي محاور واضحة، الراجل اتكلم عليها، الفريق مشكورا اتكلم عليها، لسه ما نعرفش آليات تفعيلها هتبقى عاملة ازاي. هنا بقى يجي دور الحكومة الرئيسي. في لجنة وزارية مصغرة عشان لجنة اقتصادية وعشان تطوير الصناعة وخلافه. المحاور دي لو تم الشغل عليها بشكل واقعي وعلى الأرض هيفرق كتير جدا مع الصناعة، لأن هي بتمس حقيقي كل جوانب الصناعة تقريبا. جميل. وده هيخليني أسأل أستاذ محمد عبد الرحمن، طيب من وجهة نظر حضرتك بقى، حضرتك مستثمر ورجال أعمال ورجال أعمال شباب، طيب آليات جذب الاستثمارات الأجنبية علشان نطور الجانب ده شايفه إزاي؟ أنا برحب بيك. أهلا بيك. شكرا لاستضافتي. أهلا بيك. برحب بزميلي دكتور محمد.
انا هكلمك من وجهه نظر زي ما حضرتك قلت كده للشباب والقطاع الخاص. تمام. بالنسبه لجذب الاستثمارات الاجنبيه البيئه لازم تكون فيها كل العوامل المطمئنه والداعمه والمحفزه. بمعنى مثلا زي سعر الصرف على سبيل المثال يبقى مستقر، بمعنى تسهيل الامور. النهارده الاستثمار الاجنبي لحد النهارده ما هواش بيلاقي السهوله الكافيه اللي تحفزه انه يدخل ويستثمر ويعمل استثمارات. يعني في معوقات بتحول دون هذا الامر؟ علشان اقول الصوره كامله، في محاولات ومجهودات كبيره قوي لحل هذه المعوقات، ولكن نظرا لتوارثها عبر يعني الزمن فهي ما زالت ما زالت موجوده. محتاجين احنا نحلها ونعمل على هذا الحل. محتاجين. والدوله بس الدوله بتقوم بهذا الدور حاليا. الدوله تعمل مجهود جبار. انما النتائج لسه ما وصلتش للمرجو. النهارده حاجه بسيطه عشان نبسطها كده للساده المشاهدين يشوفوها. ياريت. لو اي حد النهارده قاعد في مكتبه في بيته عايز يفتح شركه في دبي او في اماكن كتيره في دول مختلفه، عايز يعني مش عايز كان اعمل دعايه لدول معينه، ولكن سهل، الامر متاح بسيط. هيئه الاستثمار بتشتغل في مصر على مجهودات كبيره جدا، ولكن ما زالت لسه. وانا بقول لك الكلام ده مش راي شخصي، انا بقول لك الكلام ده من واقع اجتماعات ومؤتمرات من القطاع الخاص ممثلة مع جهات من بتمثلها الحكومة والوزارات، وبنتناقش هذا الموضوع. فيه اهتمام وفيه سمع، الكلام ده بيتسمع كويس وبيتعمل مجهودات كبيرة، ولكن لا احنا لسه. في ابرز المعوقات اللي تم حلها، يعني الرخصة الذهبية مثلا كانت من ضمن الحاجات اللي اشتغلت عشان تحل مثل هذه الامور مثلا، وحصل فيها تطور، يعني حصل فيها ابتدت بشكل وحاليا بشكل. يعني سعر الصرف، يعني الدولة بتحاول انها تبذل مجهودات جبارة في الجانب ده علشان تحسين الوضع ده، علشان زيادة الاستثمارات الأجنبية. خلونا نقف مع فاصل، وبعد الفاصل هنتابع تقرير ونرجع نكمل الحوار. إذا مشاهدينا في كل مكان، بعد هذا الفاصل نستكمل هذا الحوار. شهدت الدولة المصرية تطورا كبيرا في العديد من القطاعات، وجاء في مقدمتها القطاع الصناعي، فقد اهتمت الدولة بدعم وتذليل جميع العقبات التي تواجه رجال الصناعة والمستثمرين، وإتاحة فرص مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص في عدد من المجالات المختلفة. ويتضمن برنامج الحكومة الجديد العمل على زيادة توطين المنتج المحلي وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للحصول على منتجات عالية الجودة لتصديرها إلى الخارج، تزامنا مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ووفقا لبرنامج الحكومة، فهناك خطوات جادة لاحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الاقتصاد الرسمي، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وزيادة حجم النشاط، وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، ودعم البحث والابتكار في قطاع الصناعة. وتعمل الحكومة المصرية على الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني بما يتلائم مع احتياجات كل قطاع صناعي، لتكون مصر مركزا إقليميا للتصنيع المستدام والمرن والتجارة الدولية والتصدير لمناطق العالم المختلفة، اعتمادا على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. دكتور محمد فوزي، استاذ محمد عبد الرحمن كان بيتكلم على وجود بعض المعوقات اللي الدوله بتعمل عليها وعلى حلها علشان تسهل فكره جذب الاستثمارات الاجنبيه. شايف جهود الدوله في الاطار ده وفي الجزئيه دي ازاي؟ ولا فني، ما حدش يقدر ينكر جهود الدوله، ودي حاجه ملموسه زي ما الزميل المحترم قال، سواء في الرخصه الذهبيه او في غيرها. بس انا شخصيا ليا راي مختلف شويه في موضوع جذب الاستثمارات الاجنبيه. اتفضل. انا شايف ان الطريقه المثلى لجذب الاستثمارات الاجنبيه هي تشجيع الاستثمارات المحليه اولا، ومعالجه التشوهات اللي موجوده في بعض القوانين، وان انا المصنع المحلي بتاعي لما يبقى ناجح ولما تبقى الدوله بتدعمه وواقف على رجله
هي اوتوماتيكلي هتلاقي الاستثمارات الاجنبيه بتيجي، لان صحيح. ده بيعكس المناخ الصناعي الصحي الموجود في البلد. يبقى لازم اعمل ده على التوازي مع التشجيع الاستثمارات. ده اول خطوات تشجيع الاستثمار النهارده، المنتج والمنتج المصري. طبعا طبعا يا فندم، انا عندي النهارده ناس مع كامل التقدير للمستثمرين الكبار، عندي ناس النهارده مستثمرين كبار من بره اجانب بيجوا ويشتغلوا بفلوس البنوك المصريه. طب انا اولى ان انا اشغل المصنع المصري بفلوس البنوك المصريه لو هي الفكره كده. فانا النهارده دعم المنتج او المصنع المصري انا شايفه ده اولويه اولى بالنسبه لنا. ازاي فكره الدعم؟ فكره الدعم يا فندم، كلمه الدعم دايما مش مقصود بها انه يبقى نقدي وفقط. في اوجه كتير لدعم المصنع المصري. اولها التسهيلات اللي بتتعمل، القوانين والتشوهات اللي موجوده في بعض القوانين، لازم معالجه التشوهات دي. لازم النهارده يبقى في تيسيرات، سواء تيسيرات ضريبيه، تيسيرات جمركيه، سواء النهارده الاهتمام بالقوى البشريه والكوادر، النهارده اهتمام بالتعليم الفني بشكل واقعي. يمكن الدوله ابتدت النهارده تربط في بعض الصناعات لها مدارس وتربط التعليم الفني بالصناعه. صحيح. عاوزين الموضوع ده يبقى بشكل اشمل، عاوزين يبقى في دعم واضح، عاوزين فكره التعليم الفني تبقى حاجه مشرفه، ما يبقاش كل احلامنا في اولادنا ان هم يدخلوا الثانوي عشان يدخلوا جامعات. لازم التعليم الفني يبقى مرحله لها ثقل في البلد عشان نجذب الكوادر ونجذب العقول اللي تقدر تكمل بعد كده. دي نقطه مهمه جدا. النهارده التغلب على المعوقات البيروقراطيه اللي موجوده. انا عاوز اقول لحضرتك ان عندي شركات اجنبيه سواء بنمثلها او سواء معانا في المدينه في 6 اكتوبر عامله مشاريع تتجاوز ال 200 وال 250 مليون دولار، وعندها معوقات رهيبه جدا في موضوع الميه والكهرباء والغاز وخلافه. مع ان دي استثمارات ضخمه. ليه ما حدش بيقوم على انهائها او حلها؟ ما احنا بنقوم اهو. احنا يعني بنحاول نقوم يعني. كرجال صناعه ومتصدرين هنا يا فندم، ازاي؟ هنا الفكره في ايه يا فندم؟ او الاساس بتاع المشكله ايه؟ يعني مثلا معالي الوزير قال محاور. المحاور دي هيتم الشغل عليه. طيب المحاور دي عشان تنجح لازم يبقى لها اليات تفعيل. اكيد. ما هو انا ممكن اتكلم يا فندم واقول ان انا عندي رؤيه كبيره جدا. اليات تطبيق الرؤيه دي وادوات تنفيذ الرؤيه دي انا شايفها لا تقل اهميه عن الرؤيه نفسها. اكيد، لان من خلالها هقدر اوفق. حلو جدا. تمام. الاليات دي متمثله في بعض زي ما قلت حضرتك كده بعض القوانين اللي محتاجه تتغير عشان تساعد على تطوير. احنا في عصر مختلف النهارده. اكيد. طيب. محتاجين النهارده ندعم المصنع، محتاجين النهارده تيسير الاجراءات. ما ينفعش النهارده ان انا اعمل اسن قوانين جديده واحاول اطور من غير ما اطور القوى البشريه، من غير ما اطور ادوات التطبيق، الناس الافاضل اللي موجودين في الهيئات المختلفه التابعه للدوله. لازم المايند سيت، لازم الدماغ تتغير. لازم النهارده يبقى في رقابه بشكل واضح. ما ينفعش النهارده ان انا في يعني في اي جهه، ضرائب، جمارك، هيئات مختلفه، عشان اعمل ورقه. انا ساعات الناس المستثمرين بيحسوا ان الموظف هو ند للمستثمر او ند للمصنع. لازم الكلام ده يتقضي عليه. طيب بس انا عندي برضو دكتور محمد، عندي في نفس الاطار، ما انا عندي برضو كيانات كبيره ومستثمرين كبار وناجحين. طب هم ازاي تجاوزوا المعوقات اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ مين قال ان هم تجاوزوا؟ ولا انا بقول عليه ده، ما في كيانات كتير ناجحه يا فندم بتعاني. يعني هي الشركات النهارده كل القطاع بيقابل معوقات. ده طبيعي يا فندم. اي قطاع في الدنيا بيقابل معوقات. في بلدنا في معوقات، في ايجابيات وفي سلبيات زي اي بلد في الدنيا. هي امريكا ما فيهاش سلبيات؟ لازم. هي اي دوله في اوروبا فيها استثمار فيها سلبيات؟ فيها سلبيات. بس احنا دورنا النهارده ايه؟ دورنا النهارده ان احنا نقول ايوه في ايجابيات، لكن ننور السلبيات عشان تتحول لايجابيات. طب ممكن نشير الى هذه الايجابيات؟ يعني استاذ محمد عبد الرحمن، ممكن نشير الى هذه الايجابيات؟ وكمان عايز اعرف من حضرتك ايهما اولى ان ابدا به، اللي هو جذب استثمارات اجنبيه ام دعم استثمارات محليه؟ والله النقطه دي نقطه عجبتني، مهمه قوي، لان هي بيئه الشركات الاجنبيه بتبص على البيئه، بيئه الاقتصاد. احنا لما نبص للقطاع الصناعي عندنا هنلاقي القطاع الصناعي احنا بقالنا فتره كبيره بنكافح وراه بدعم، بفوائد مخفضه، باشكال كتير، وما زال لحد النهارده تواجد المنتج المحلي جوه في المحليا عندنا جوه مصر، جوه السوق، يعني جوه السوق بتاعنا، السوق المحلي، وقدرته على المنافسه العالميه خارج مصر بنشوفها في المعارض. طبعا احنا عندنا يعني اكسسبيليتي، حضور لمعظم المعارض اللي بتعمل بره.
وعلى سبيل المثال وليس الحظ في القطاع الغذائي لأنه هو الأكثر يعني علم الناس كلها في البيوت عارفة المنتجات الغذائية. فلا احنا محتاجين نبص ايه اللي بيحصل بعد ما مرحلة الصناعة بتنتهي. حضرتك بتتكلم على الشركات الناشئة وبتتكلم على مشاريع جديدة وبتتكلم على شباب. الصناعة دي مرحلة بينتهي بيها بنوصل بيها ان في منتج. المنتج ده عشان يتشاف ويتعرف ويحصل تفوق محليا ويحصل تفوق عالميا لازم المنتج ده يبقى موجود وياخد يحصل على حصة سوقية صحيح ويقدر ينافس. والقطاع ده بقى انا هبص على حاجة احنا ما جبناش سيرتها خالص على التجارة، دور التجارة. يعني احنا قلقنا بقى من دمج المنفصل كانت الصناعة والتجارة بقى دلوقتي التجارة الخارجية والاستثمار صحيح والتجارة الداخلية بقت التموين. فطبعا لا دور التجارة النهاردة لو حضرتك بصيت قبل ما اقول لك من وجهة نظري دور التجارة على الناتج على نسبة العطاء بتاع النشاط التجاري في الدول العظمى زي ألمانيا هتلاقيه النسبة الأكبر المؤثرة اللي عندها نصيب كبير في الناتج المحلي. لأن المصنع لو حضرتك دلوقتي جبت ناس كتيرة وشباب وأنتجت منتجات وقلت المنتجات دي قادرة تنافس من غير المنتج ده ما يتحول لكاش وياخد حصة سوقية مش هي مفيش نجاح. فالمصنع بيعطل ويبتدي ندور ساعتها على أعذار وأسباب ومن ضمنها ساعات بتبقى ان في اسباب كتيره بتعوق النجاح. يعني حضرتك شايف ان دعم المنتج والمنتج المحلي هو الخطوه الاولى؟ انا موافق جدا. لازم ينجح ونجاحه مش بس تصنيعه، نجاحه يعني المنظومه تبقى كامله. منظومه حتى الترويج من اهم اسباب النجاح هي التجاره. ما هو حضرتك احنا بنعمل ايه؟ احنا لازم يكون عندنا رواج تجاري، تبادل تجاري عالمي ومحلي وافريقي وعربي. والشطارة ان احنا بنبتدي ننتج اللي بنتاجر فيه محليا عشان ما نبقاش بنتاجر في سلع مستوردة ففلوسنا بتخرج بره صحيح. فبنقلل تدفق الخارجي للفلوس بان احنا بنعمل قيمة مضافة زيادة لما نقدر نجيب الحاجة في شكل مدخلات انتاج ونحط عليها قيمة، يعني خبرة وايدي عاملة ومصنع، ونبتدي في جوه السلسلة كلها بتاعة المراحل الانتاج نبتدي ندخل فيها. ولكن بدون رواج تجاري قوي حضرتك مهما انتجت ومهما صنعت ومهما عملت زراعة في دائما في جاب موجود. طيب انا عايز ارجع تاني للدكتور محمد فوزي. دكتور محمد، يعني كمان احنا عندنا معوقات وعندنا كذا وكذا وكذا، لكن ما تيجي نحط ايدينا على واحد من هذه المعوقات ونشوف احنا ممكن نحل ازاي. النهاردة فكرة البيروقراطية فكرة مترسخة ايوه، لكن احنا ليه مش عارفين نحلها؟ لاسباب واضحة وصريحة جدا. نمرة واحد، الموظف نفسه، انا عاوز الهيئات اللي بتتعامل مع المصنعين كل الزملاء واهالينا الموظفين الموجودين، قول لي اخر حد فيهم حصل له تطوير كان امتى؟ مفيش. الحاجة التانية ودي حاجة يعني لازم أنوه ليها برضو الصراحة، هم برضو الناس بيتعاملوا مع مصنعين ومستثمرين وملايين رايحة وملايين جاية، وتلاقي أن الموظف دخله بسيط جدا وبيعاني برضو. طب أحد المقترحات، ما الهيئات دي، هيئة التنمية الصناعية أو ركابة على الصدارات أو غيرها أو غيرها، ما هي بتاخد رسوم بتاخد رسوم من المصنعين أو المستثمرين، والرسوم دي النهاردة زادت صحيح. زادت مرة واثنين وثلاثة وأربعة بصراحة شديدة. يعني ليه الموظف ده ما يبقوش له نصيب من الموضوع ده في صورة حوافز، في صورة وات ايفر اللي يكون يعني دعم القائم على العمل؟ ما يا فندم ما ينفعش القائم على العمل، يبقى ما هو برضه ده بيخلي فيه نوع من الاحباط عند الناس دي. ما انا لازم النهارده عشان ما اظلمهمش لازم يحصل له تطوير بشكل تكنيكال بشكل فني صحيح، ولازم النهارده يحصل له تطوير مادي. النهارده الراجل بيتعامل في كل الملايين دي وهو مرتباته بالظبط كده. لازم نكون واقعيين على صحيح. فكره لو احنا عاوزين نحل ده احد الحلول والمقترح الواقعي للناس. وهو الجميل ان احنا نقدم المشكله كمان بس نقدم ليها حل. ايوه يا فندم، احنا كلنا في مركب واحده يا فندم، هي معادله، طرفي المعادله الصناعه والحكومه، مش كده ولا ايه؟ اكيد الاثنين لازم يدعموا بعض. المصنع عليه دور برضه، هو المصنع مش لوحده، يعني الحكومه لها ادوار، هي الام زي ما بيقولوا في تحتضننا يعني. أكيد. لكن المصنع النهارده هو له دور. دوره النهارده ان هو يحاول يساعد في ده، يحاول يطور الكوادر البشريه اللي عنده، يحاول يطور النهارده الميكنة والتكنولوجي والحاجات دي علشان بس ده يواكب ويساير
بالظبط كده، على الاقل السوق بالظبط كده. بس هنا الحكومه لازم تساعد برضه فكره ما انا قلت حاجه، هي طرفين معادله هما بيكملوا بعض. صحيح. فكره التمويل لازم يبقى فيه فكر واقعي للتمويل، عشان الصناعه بتحتاج فلوس كتير، فدي نقطه مهمه. صحيح. فكره التدريب في اعتقد في مراكز عالميه وفي فند او في دعم من 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 مؤسسات دوليه ممكن يساعد في موضوع التنميه والتدريب والتطوير، وده كان بيقوم بيه فتره من الفترات مركز تحديث الصناعه، والحقيقه انه كان عامل شكل ايجابي جدا، اتمنى ان ده يرجع تاني. ودي جزئيه مهم يعني مهم جدا دكتور محمد، واسمح لي اخدها من حضرتك واروح للاستاذ محمد عبد الرحمن. فكره بقى تدريب الكوادر وتاهيل الكوادر واعاده صقل الكوادر الشباب تحديدا والمقبلين على المشروعات الجديده، شايفها ازاي؟ شايفها بيت القصيد في اللي احنا بنتكلم فيه، لان احنا مشكلتنا النو هاو المعرفه، ومشكلتنا في الجوده، دي اهم المشاكل اللي مخلينا مش عارفين حتى ننافس عالميا. احنا للاسف مش بنهتم بالمكن، ما زالت الثقافه دي موجوده اكتر من البني ادم، رغم ان الفرق في البني ادمين مش في المكن، لان المكن ينفع يبقى واحد في كل حته، ده استثمار. فرق في النولج، والنولج بتيجي بالبني ادمين، سواء بنقل المعرفه للناس عشان تعرف تشتغل بجوده معينه، او سواء استيطان واحتواء الناس اللي عندها معرفة. طيب ده دور الدولة ولا دور القائم على المشروع أو اللي عايز يعمل مشروع؟ لا الاتنين، بس الدولة محتاجة تلقي الدور يعني جامد. أنا مستثمر وعايز أعمل مشروع، فالمفترض أن أنا بنقي الكوادر المؤهلة لهذا الأمر، صح؟ 1000000%. وبعدين أنت لو بصيت على كم الاستثمارات وكم المنشآت اللي عندك وشفت قد إيه هي عندها طاقة إنتاجية رهيبة جدا بأعلى مستويات عالمية، وإحنا كتير بنسمع الكلمة دي، إيه اللي ناقص؟ المعرفة. اللي ناقص البني آدم، ناقص الايدي العامله المدربه. فاحنا هذا القطاع محتاج تطوير، مش محتاج تطوير من حيث بس تحديد تخصيص ميزانيه ليه للصرف عليها، ان احنا نطور البني ادم بقلب، نطور الناس، ندخل في المراحل التعليميه، زي ما في شركات بتتبنى الافكار دي، شركات انترناشونال. الناس نشوف الناس اللي طالعه، حضرتك مش محتاج النهارده، ده مش بكلمك بقى على الشباب، ده انا بكلمك على المدارس. الناس اللي خارجة لك جاية سوق العمل أو جاية تعمل مشاريع في البلد، فين؟ هم مين؟ مش لازم الناس دي تشوف هي طالعة تعمل إيه، بتفكر إزاي؟ مش لازم نشوف ليه الناس اللي عندها كواليتي، يعني مواصفات جيدة جدا ومميزة، ليه بيفضلوا يسافروا بره؟ من الواضح ان هي دي الجزئيه الاهم في الموضوع، وهي فكره الثقل والتدريب. ودكتور محمد كان يعني انا عارف حضرتك عايز تعلق على الجزئيه دي جد، بس اسمح لي هنطلع لفاصل. اتفضل. ومشاهدينا الكرام، فاصل معلوماتي، بعد هذا الفاصل نستكمل هذا الحوار وهذه الجزئيه تحديدا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، وهرجع للدكتور محمد فوزي، وحضرتك كان ليك تعليق على فكره تدريب وتاهيل وصقل الشباب المقبل على اقامه المشروعات الاستثماريه. تمام، حضرتك تفضلت وقلت ان ازاي لما الزميل فاضل قال المعرفه والنهى والناس، التعليم يا فندم هو اساس كل حاجه. النهارده انا لما بيجي لي في شركاتنا النهارده ناس اجنبيه، عمالة أجنبية، ده بيجي فني على فكرة، عمر ما في مهندس نزل في شركة أجنبية، كلهم بيبقوا ناس أجانب بس تكنيكال، كلهم تكنيشن. يعني اللي بيجي لي من بره ده فني؟ أيوه فني، معظمهم فنيين. أنا أؤكد لك الكلام ده، طبعا أكيد بيجي ناس تانية يعني. فندم بستعين بيه ليه؟ ما هو عشان هو عنده نوها والتعليم يا فندم، التعليم أساس تطور أي بلد وأي صناعة يا فندم، قولا واحدا. أكيد. التعليم النهاردة، التعليم سواء بقى تعليم العام أو تعليم الفني. لكن في حالة الصناعة هنا خلينا نركز في التعليم الفني شوية. أكيد. أنا كمستثمر، الشركات الأجنبية تملك القدرة على إنها تعلم الناس وتدربهم بشكل أفضل، نظرا لأن هي أوريدي عندها النو هاو، هي جاية بنو هاو، مش كده ولا إيه؟ ف
فهي عندها الفكر ده وعندها القدرة. طيب الشركات المحلية ممكن ما يكونش عندها القدر من سواء الفكر أو الإمكانيات إنها تعمل كده. وهنا يجي دور حد زي ما قلت لحضرتك قبل كده مركز تحديث صناعة مثلا. أنا أشهد إن هو كان له نجاحات ممتازة جدا ومتميزة مع مختلف الشركات سواء المحلية أو الأجنبية. لازم نعيد إحياء البرامج بتاعتها دي تاني. ولازم نطور نواكب الموضوع ده. التعليم الفني زي ما قلت لحضرتك نربطه النهاردة بالصناعة الحقيقية باحتياجات السوق. دي نقطة مهمة جدا. أكيد. صحيح. طيب جزئية مهمة جدا اسمح لي يعني أروح لأستاذ محمد عبد الرحمن. طب ما تيجي نتكلم دلوقتي بقى على أرض الواقع إحنا صناعيا واستثماريا فين؟ إحنا بنتحرك بس لسه مش في المكان المفروض نكون فيه. وإيه المكانة المفترض إن إحنا نكون فيها وفضلنا قد إيه عشان نوصل لهذه المكانة؟ المكانة إن إحنا يبقى عندنا تخصص في بعض الصناعات اللي إحنا مميزين فيها وعندنا فيها ميزة تنافسية أو عندنا صحيح. الخامات المميزة اللي بتطلع في أرضنا أو العلم اللي عندنا زي الحرف اللي نقدر نبقى بيها مميزين ونقدر ننافس بيها في العالم زي ما كل بلد عاملة. فإحنا محتاجين تركيز الصناعات المحلية. لا محتاجين نركز مش لازم نبقى يعني زي ما اتعمل مثلا المشروع قبل كده بتاع كان العفش او حاجه زي الاثاث دمياط. في دمياط في تخصصات كتيره. انت ممكن عندك حاجه زي زرعه اللوف اللي هي عندك في حاجات كتيره بسيطه جدا مميزه تقدر تبني بيها تقدر زي طبعا الاقرب لده اللي كلنا عارفينه القطن الملابس زي ما كان موجود ده زمان. احنا ما عندناش حاجه عارفين نتميز فيها. طيب معلش استاذ محمد ما هو اسمح لي برضه وهروح للدكتور محمد فوزي. طب هو ده دور مين؟ طب ما هو انا بقى المستثمر مفترض ان انا اللي افكر كده ولا انا كمان عايز الدوله تفكر لي وتقولي لا اشتغل في الجزئيه ديت؟ طيب يا فندم هو ببساطه شديده لابد من وجود خريطه استثماريه وخريطه صناعيه. دي مسؤوليه الدوله يا فندم. الدوله النهارده لازم تشوف تعمل خريطه استثماريه وخريطه صناعيه. احنا واقفين فين وعاوزين نروح لفين؟ وعلى اساس ده نبتدي نحدد امكانياتنا تسمح لنا نعمل ايه وهنروح امتى وازاي. انما الكلام المرسل كلام بدون علم. صحيح. لكن النهارده لما يبقى في خريطه استثماريه واضحه لبلدنا وخريطه صناعيه واضحه لبلدنا هنبتدي نعرف من خلالها الصناعه والاستثمار في بلدنا واقفين فين وعاوزين نوصل لحد فين وامتى وتكلفتنا ايه وامكانياتنا ايه وهنشتغل على ده ازاي. طب الخريطه الاستثماريه المصريه دكتور محمد فوزي شايفها ازاي؟ والله يا فندم انا شايف الخريطه الاستثماريه المصريه انا ما عنديش كل الداتا عشان اقدر انا مش الدوله انا مش الحكومه لكن من وجهه نظري المتواضعه في هذا المجال من وجهه نظري المتواضعه ان احنا زي ما قلت المعليك كده اول حاجه لازم نشوف زي ما الزميل فاضل قال ايه النهارده الصناعات احياء الصناعات اللي احنا كنا متميزين فيه. يعني مثلا انا لسه كنت بقرا ان هم عملوا اكبر مصنع للغزل والنسيج وصرفوا مليارات وكذا في غزل المحلة وأتمنى أن الكلام ده يبقى إن شاء الله أكثر واقعية يعني زي ما أنا فاهم. طب ليه ما نعملش كده؟ ليه النهاردة أنا بتفاجئ لما بنسافر بره في أوروبا أن المنتجات بتاعتنا ولا زالوا لحد النهاردة في أكبر محلات في أوروبا النهاردة بيكتبوا عن المنتجات النهاردة ده قطن مصري مع أنها مش مصنعة في مصر وفي منها حاجات مصنعه في مصر احيانا القطن المصدر لكن الصناعة بره. ليه النهارده لو هنفترض ان صناعات الغزل والنسيج مثلا هي صناعة من صناعات العتيدة والموجودة في مصر من زمن طب ما نهتم بالصناعة دي. أنا مش لازم النهاردة يا فندم مفيش دولة بتجيد كل حاجة أكيد. يعني لو جينا نشوف أوروبا هتلاقي في دول النهاردة متخصصة دول زراعية بحتة دول صناعية بحتة وهكذا. ما أنا ممكن أعمل كده ممكن أشوف أنا متميز إيه في القطاع الصناعي وابتدي أركز عليه مش ههمل بقية القطاعات. النهاردة ليه أنا في مصر مع احترامي للمغرب او غيرها كلهم دول شقيقه وبنفخر بيها ليه انا ما يبقاش عندي مصانع سيارات من اكبر مصانع في العالم؟ ليه انا يعني دي صناعه. طب ما تجاوبني على السؤال يا دكتور. يا فندم اللي يجاوب على السؤال هو صاحب القرار مش انا. اللي يجاوب على السؤال النهارده ليه المغرب النهارده الماركات اللي فيها بتتطور وعملت مصنع واثنين واكبر مصانع وانا عندي مصانع السيارات بتتهاوى. انا عندي بدون ذكر اسامي شركات كبيره النهارده بتصفي بتتهاوى. انا مش بتاع عربيات بس انا بتكلم ده قطاع مثلا. ليه من قطاع زي ده ليه ما نشتغلش فيه؟ ليه ما نشوفش النهارده والحكومه قادره وعندنا من الناس والفكر والكوادر اللي تقدر تتخذ قرار
ان احنا نشوف شركات كبيره زي حضرتك بتقول ان هو يعني العراقيل ممكن تكون موجوده، ولكن الاليه والرؤيه المستقبليه او الحاليه بتسعى لحل هذه المشاكل والعراقيل. الرؤيه انا اسف يعني الرؤيه دي لازم تبقى رؤيه واضحه ورؤيه فنيه، مش انا لوحدي اللي هحدد ده، في ناس افاضل وفي ناس نستعين بعلماء، نستعين برجال صناعه، نستعين بناس اكاديميين. هو ده الكلام يا فندم. صحيح. انا اسف اللي انا هقوله، في حاجات ما ينفعش فيها الفهلوه. يعني هو الموضوع بالنسبه لازم يكون موضوع علم. العلم ده اساس نجاح اي مكان يا فندم. صحيح. مش كده ولا ايه؟ اوروبا والناس المتقدمه نجحت بالعلم. استاذ محمد عبد الرحمن، يعني انا حضرتك اسيب حضرتك تعقب على الدكتور محمد فوزي، بس انا كمان عايز حضرتك تكلمني على الاستثمارات الشابه، المستثمر الشاب. انا عايز اجذب الشريحه دي، شريحه مهمه جدا جدا، اجذبها ازاي؟ المستثمر الشاب هو ده جزء من اللي انا كنت هعلق عليه. فضل. يعني هبتدي بيه واكمل على الاستثمار مع شويه. حضرتك يعني تكمله لكلام زميلي الدكتور محمد، احنا انت محتاج تحط كوادر عندها علم من الكافي للاداره، لان الاداره علم ساينس يعني زيه زي الطب وزي الهندسه، بدليل ان في اداره اعمال وعلم اداره اعمال وماجستير ودكتوراه في اداره الاعمال. اكيد صحيح. ومحتاج تجيب كوادر شابه فريش مايند، يعني عقول يعني فريش لسه جديده عندها مع الخبره، طاقات جديده مع الخبره. فده جزء مهم، والبلد مستوعبه، في مؤتمرات رئاسيه بتتعمل بطريقه دلوقتي منتظمه للشباب. صحيح. الرئيس بيقابل الشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيسمع. ففي اتجاه لازم الشباب يطلعوا، لازم يبقى لهم ادوار فعاله. وده بالنسبه للجزء اللي كنا بنتكلم عليها في العلم وازاي نطور وازاي نستمر. استثمار جذب استثمارات الشاب، ده كان سؤال. صحيح. النهارده المستثمر الشاب محتاج بيئه امنه ومحتاج سلاسه. حضرتك لو عندك اخ صغير وجاي النهارده عايز يتعامل مع يفتح مشروع ولا يفتح مصنع، محتاج يلاقي سهوله في الاجراءات، محتاج يلاقي علم، محتاج يلاقي معلومات. هيئه الاستثمار عندها معلومات، بس محتاجه المعلومات دي تزيد وتبقى سهل الوصول اليها عشان يعرف يشتغل. لانه هيشتغل ازاي هو مش شايف؟ ما هو ده النور، معلومات هي النور في البيزنس. اكيد. ومحتاج تعمل دعم للشباب، يعني محتاج تصنف. صحيح. المشاريع الناشئه والمشاريع الناشئه الشابه، يعني أكيد. في عندك. صحيح. تبني في كل الدول العالم، في ناس بتتبنى. انت عندك يعني في برامج دلوقتي بتشتغل على المواضيع دي. صحيح. وده يخليني اسال دكتور محمد فوزي، حضرتك شايف ان الاستثمارات الخارجيه وجودها في السوق المصري هيفيد الاقتصاد الى اي مرحله، واحنا محتاجينه قد ايه؟ يا فندم الاستثمارات الخارجيه جزء اصيل من مناخ الاستثمار المصري، هي موجوده. احنا مش عايزين نوسع الدايره. ايوه يا فندم، انا اصلا يعني هي موجوده اوريدي وبتساهم بشكل فعال في الاقتصاد المصري. وزي ما احنا لسه قايلين، الاستثمار الاجنبي النهارده يملك النو هاو، يملك المعرفه، يملك النهارده التكنولوجي المتطوره، يملك النهارده ان هو دليل على استقرار المناخ الصناعي والاقتصادي في مصر. هو احنا ليه عاوزين نجذب استثمارات اجنبيه؟ علشان نوسع رقعه الاستثمار ونطور صناعتنا وندعم الاقتصاد الوطني، وندعم الاقتصاد الوطني، يبقى في رسائل واضحه للعالم، يا جماعه احنا اقتصادنا مستقر، اتفضلوا. صح؟ صحيح. فهي ضروريه، ولكن زي ما قلت حضرتك في اسس لازم نوصل رسائل ان المنتج المحلي والاقتصاد المحلي والمصنع المحلي مستقر، ويتم توفير له بيئه ومناخ صالح للتطوير وللصناعه. اوتوماتيكلي هتبص تلاقي حضرتك بشكل طبيعي جدا هيسهل جذب الاستثمارات الخارجيه. فدي أكيد. نقطه مهمه. نقطه مهمه. استاذ محمد عبد الرحمن، اخيرا، شبكه طرق غير عاديه تم انشائها في مصر ومستكمله طبعا، عندنا بنتكلم على اكثر من 7000 كيلو متر من الطرق. شايف ده تاثيره عامل مساعد الى اي مدى في جذب الاستثمارات؟ لا، ده عامل مساعد، ده مهم جدا طبعا، لان ده شريان حياه بالنسبه لسلاسل الامداد، اللي هي انت النهارده اهم حاجه في التبادل التجاري وفي الشغل هي وجود الطرق اللي تقدر تسهل لك نقل البضائع والتحرك. صحيح. فهي طبعا دي يعني كانت من اهم وابرز الحاجات اللي تمت بنجاح، اللي عملت حاجه زي بنيه تحتيه عشان تقدر تتحرك، تقدر اي استثمارات اجنبيه تيجي البلد تقدر تلاقي فيه طرق. انت في عندك بلاد بتبقى غير جاذبه للاستثمار لو عندها مشكله في الوصول اليها، انت عندك كذا ميناء. صحيح.
دي ميزه تنافسيه رهيبه. انت عندك بلاد في افريقيا مشكلتها ان هي جوه يعني بتضطر تنزل بمينا على بلد وتخش لها بقى على ما توصل وتعدي على بلاد عشان توصل لها. انت عندك ميزه تنافسيه، موقع جغرافي خطير، وداخليا شبكه مع شبكه الطرق. طبعا احنا الموضوع ده من الحاجات انت ختمت بتختم بحاجه منوره يعني حاجه تمام. استاذنك عايز يعني اضيف حاجه. اتفضل. لما نيجي نبص بما اننا بنتكلم على الصناعه ونعمل ايه عشان الصناعه تقوم، لما بنيجي نبص على الصين ركزوا في قطاعات معينه، ركزوا فيها زي اتصال زي تكنولوجيا زي الكترونيات، وقرروا ان هم يبقى المستوى اللي بينافسوا بيه عالمي. قرروا، كان قرار، الموضوع قرار، كان قرار المستوى عالمي. انا النهارده عايز اسال سؤال، هل المصنع المصري وهو بيصنع بيبقى حاطط قدام عينه المستوى العالمي اللي انا عايز اقولها يعني لو قلتها ستاندرد او المستوى؟ هل حضرتك بتنتج منتج النهارده بتبقى حاطط في الخطه بتاعتك او في الرؤيه بتاعتك؟ يبقى هي دي التوصيه اللي احنا هنطلع بيها في نهايه اللقاء. الاجابه نعم. ان انا اخد القرار من البدايه، واسمحوا لي اخد القرار واقول لكم شكرا نورتونا. شكرا ليك استاذ محمد عبد الرحمن، نورتني وشرفتني. شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي، اشكرك شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا في كل مكان كالعاده جرى بنا زمن هذا اللقاء سريعا، الاسبوع القادم قبل الان بساعه نعود ونلتقي في واجهه صحافه. دمتم في رعايه الله وامنه.